معناها إنه صباح يوحوي نبي جن السي أن وجد أن صلوات ربي والسلام عليه بشن عدي كري كرتصون كذا حبدي صو هذه جن نبي جن صلوات ربي والسلام عليه طريق يسيو أرنت لباد برارجين تمدن وحيت بشن مركي أي كلا برانتو هبين كنسك أي تاه وحار دعضه أرين وين أرين عجيبة حق الرب كتم تبارك وتعالى ما هي تأرين تاس وحو النبي قولي صلوات ربي والسلام عليه هبين كبش شعبان أي كلا برانتو نس نقطو هبين كاس الله باوحو الضالع دا أدوم دي سرمانتو انتو أبورتي أورنبو ضالع دا مركو ضالع دا كدبنا وحو ودن بدافا دمانتو دن بقوضوا سامحا إلا لبا الروح مويه روح مشرك أه أو إلهي أدوم دي سكد حيسيي وحي إلهي قوني أولها حقي الله قوني وراه عبادة ديسا وتوحيد ديسا وكليير ديسا ننكي وداتشين قليو إلهي أدوم ديسا كرد حيسيي كاسي إلهي مرنا قدن بدافي مايو واتن قرآن كتل مايو إن الله لا يغفر أن يشرك به الله مرعافو إن إساق يا أدوم ديسا وحلا وداتشي والله يسوكو دارو إلهي خلق جيسا وحا أقوني دا إنا كل إحيسو ودن بإلهي اللقاء قلوك أقويوي الدون كان وحو كينا يا إنا دن بقاق هبيراتين لسامحين آخران وحو كينا يا إنا يتشندو حاران كاته النار نعطكو واريس ساس تراديد مشرك إلهي هبينك أدن بدافي مايو كاللبادن لودن بدافي إني وحويان ومشاحن يا وعقد اللو وحقدي له روح حقدي ينعي قلبك أجوهيا روح مسلمة أسجن الله دافي ماي وعجيب مشرك جرنا كان أورك كتشرنا المسلمين تعولاد أجوهيا ما حقدك أجوهيا ما أوحنا أحسن محلو ما جاي sababtu wax weeyaan u fiirso meesha la geeyay isagii mushrigii baa lays daba dhig isla is garab dhigay wala fogey waxaan meesha ka fahmayna ilaahi tabaaraka wa ta'ala dambiyada laga galo kuwa ugu waaweyn waxa kamida inuu qalbigaagu jiray oo u jiray dadka ilaahi adoomadiisa mu'miniinta muslimiinta waad naxbtahay xiqd baad u haysa حسد باك وجشرا نعيب باك وجشرا ووحي إلهي ديدي تبارك وتعالى ماشا كلينا ماه مناسبات فربدا حقد على الحمد كوجشر تيد مسلم كأوهي صو وحي كان يسمى فربدا إن أدله إن حريستي سكقضه دم بداف كي سكقضه حالس أوكش الرب عذاب كي سيح عقوبة دي تبارك وتعالى وحن النبي جينا كسلا صلوات ربي وسلام عليه إنه يري مالين كستو خميسة إيا مالين كستو إسنين أعماش أضومضا كور لو قادا إلهي با أعماش لو كيا مركزا إلهي وحود بدافع عيد كستو أدومدي سكم بدا إلا عيد مشرقو إلهي أدومدي سه حقي اللي كد حيسيي مويه يا كلي نين كلاس سجنا أن لودا فينين أو مالين كاس سجنا أن خميس تيجتمع هذا مرك أعماش الله قاضي أن لودا بدافين واكيد والنبي صلى الله عليه وسلم والروحه السجن يا ولالك يس مسلم كأي كده حيس الشحناء حقدي وكده حي قال له وحليه تبارك وتعالى الله وضن حقدي يا حمان تيصوها يا دبلي قرن كذا أكادية إلى إكسه شيء ما لا بدن بعد قاضي مرك لان الهي تبارك وتعالى و وجه علي هي اعماش و وجه علي وحا كمده ان قلبك سليم يحي
qalbigaagu fayow yahay, qalbigaagu xaaran yahay, dadka muslimiinta wada jecesha xumaan aadan qalbiga ugu haynin, qalbigaagu inuu u fayow yahay. Nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa waxaa la weydiiyey, dadka yaa ugu fadli badan rasuul ilaahayow? Wuxuu nabigu yuri sallallahu calayhi wasalam, ruux kasta oo maxmuumul qalbi asaduuqu lisaan, qalbigiisu maxmuum yahay, carabkiisuna run badan yahay. Waxay yidhaahdeen garannay midka carabkiisu run badan yahay qalbigiisa maxmuuma maxaa laga wadaa, maanaan fahminin waa cadde. Wuxuu nabigu yuri sallallahu calayhi wasalam, waxaa laga wadaa huwa taqiyu naqiy, waa midka qalbigiisa alla ka cabsi ku jiro, qalbigiisuna daahir yahay oo nadiif yahay. Waa sii waday nabigu sallallahu calayhi wasalam, wuxuu yidhi waa midka qalbigiisa aan dembi ku jirin, gardarro iyo xadgudub iyo dulmi ku jirin, dhilli iyo khayaana ayna ku jirin, xasad uusan qalbigiisa ku jirin. Kaasaa ilaahay addoommada ilaahay ugu fadli badan uguna jecel yahay. Saas daraaddeed haddaad qalbiga xumaan ku hayso, xaaladahaasi iyo waqtiyadaasi munaasabka qiimaha badan ee laysa saamaxayo waa lagaa reebi, yaa waad ka hadhaysaa. Waa inaad marka qalbigaaga nadiifiso oo aad daahiriso oo aad ka dhigto qalbi saliim oo fayow. Nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh saddex beri oo isku xigtay buu saxaabadiisa uu la fadhiya, wuxuu ku yidhi waxaa idiin soo geli doona nin ahlu janna ah. Saddexdii beriba hal nin baa soo galay. Ninkii hadday daba galeen saxaabadu ay fiiriyeen, war ninkan saddex beri janno looga markhaati kacay xaalkiisu muxuu ahaa? Hadday raadiyeen, waxaa caddaatay ninkaasi cibaado badan oo uu ragga la dheer yahay ma jirin, soom badan iyo salaad badan iyo cibaadaad uu saxaabada kale la dheer yahay ma soo bixin. Laakiin maxaa la helay? Waxaa la helay oo uu sheegay, hal habeen ama seexanin anigoo qalbigayga ruux muslima xumaan ugu haya. Waa midda midda uu meesha ku gaadhay waay. Sidaas daraaddeed haddaad ilaahay dembi dhaafkiisa rabto iyo acmaashaada in meel fiican la geeyo, qalbigaaga ka shaqeeyo hagaaji xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iska saaro, iska nadiifi. Allah tabaaraka wa ta'ala mu'miniinta markuu tilmaamayo saddex qaybood buu ka dhigay fi suurati al-Hashr. Qaar waa muhaajiriin, qaarna waa ansaar, qaarna waa qolada saddexaad oo tilmaantan la siiyo, walladiina jaa'uu min bacdihim, labada gadaashooda kuwa yimid ee mu'miniinta damba ah ee dib ka yimid, yaquuluuna rabbana ighfir lana wa liikhwaanina alladiina sabaquuna biliimaan, waxay dhahayaan rabbigow noo dembi dhaaf, annaga iyo walaalahanagii nooga horreeyay iimaanka noo dembi dhaaf, walaa tajcal fii quluubina ghillan liladiina aamanuu, qalbiganaga allow xiqdi ha gelinin, xiqdi aanu hayno dadka mu'miniinta ilaahu qalbiga ha naga gelin. Marka xiqdi hadduu qalbigaaga haysto, dhib kugu filani waa ku hayaa, dhib in kugu filani waa ku haysataa. A'imada salafka ridwaanullaahi calayhim qaar ka mida waxay ku fasireen xadiidkaas uu nabigu sallallahu calayhi wasallam habeenka Shacbaan ay kala baranto, ilaahay waa u dambi dhaafaa addoommadiisa ilaa mushrik iyo mushaaxin mooye. A'imada salafka qaar ka mida waxay ku fasireen mushaaxinka waxaa laga wadaa waa ninka saxaabada nabiga sallallahu calayhi wasallam cuqdada iyo nacaybka u haya, sida Imaam Awza'i calayhi raxmatullahi ku fasireen. Waxaan shaki ku jirin xiqdiga kugu jira dadka aad u hayso sida ay ilaahay ugu kala dhow yihiin buu dembigu u kala weynyahay. Dad xiqdi iyo xasad iyo nacayb loo qaado waxa ugu daran uguna dembi weyn saxaabadii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, leanna waxay ahaayeen awliyadii ilaahay doortay, ummadda nebi maxamed ka xushay, saabiqiintii bay ahaayeen, ardadii nebi maxamed bay ahaayeen, kuwii qur'aanka iyo sunnadba lagu ammaanay lagu taskiyeeyey bay ahaayeen. Kuwa markaad xaqdi iyo xasad u qaado shaki ma laha haddaadan gaal ahayn inaad dembiile xaqa aad uga fog inaad tahay. Maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala qur'aanka kariimka wuxuu ku sheegay markuu ka hadlay saxaabadii nabiga iyo siday nabiga u garab istaageen, u xoojiyeen, ay dhinacyaha uga galeen oo diinta u xoojiyeen,
الله وحيه تبارك وتعالى ليغيظ بهم الكفار قال هذا إن لغا حناتيو أعيل لبضو دراديد بو الله ساويالي ننك حناقصا أعيل كي عرض أهي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم آيادا وحا لغا قادنا يا إنسا مسلم أهي أي مدي سلف قار كمدان ساود لشد رضوان الله عليهم سيداس دراديد صحابة إن عقد أقاد أي مسألة سهلا معها عقد دا إيا حقدق اللقادة أقوح للصواه وحا صرع أي مدي سلف رضوان الله عليهم أرضدي صحابة التابعين كوي كدن بي أي مدي صدح دي قرني علماء مسلمين تي السنة أتاقن الدين تفافين يا كوا ساقدر ان حقد يعقد قاده ددك كلام مسلمين تا غود اهان ايغونا وا سو غليا ما هي النبي ما كلا قاد انت والصلوات ربي والسلام على لكن ويسي كلا خلصته ساس طلاده حقد شيعه الرافضه عيد اي صحابه النبي عيان حقد اي قبان علاد اي قبان نعيبك اي قبان ايغي انت الرعصم با شك ملها ان اي جليان حديث النبي صلوات ربي وسلام عليه فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاح ضد الهي دورت مرك ادي غو مشقوش شقه كدغت يا من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب بالله تبارك وتعالى أولياتي إذا الروح الله الله يتمع أنا قد قال إعلامية هكوطة لقال الدقال كيغا صحابة النبي قال إنك كومشقل صنع لقكري لأي دقال ربي تبارك وتعالى أيو كتشرا نين إلهي الدقال لقالينا شك مالها إنوصا مرنا بالرينين أو لقات كان أيو أو إلهي تبارك وتعالى الدنيا آخرب إقابها أيو عقوبة ربي عذاب كيسينو هل سكوتش مسلمين تمركها كان نبات قلين قلبي قاقنا أفر يا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سلوك قدام الدفع وضنت هذه مصلحة هذه عفيدتك سامح والكاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا عريسان تورنب أدريم يسو قرصر نبكاك عرض هذا علي ذاتك نيسك سامح وعفي ألا تحبون أن يغفر الله لكم يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه مركو كحنا قي نينكي مصطح ابن أثاثة يا مركو كحنا قي وعائشة دتك كبين أبورتك كقيب قلي وبين تفافي أبورتك كدي ابن أويري دب دم بئنا أن مصروفين قرابة يا هاي إلهي آيات نزودك تبارك وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وارمي إذا انشعلين إن إلهي إذين دافو إذين سامعوا جوابتوا ها وانشعلنا إلهي أدومدي سامحة عفية قلبك أفرة قلنا الصحية مسلمين تشعلوا متك قلوا عسنة دنبك كلي دنبك يسنع لكن إساقها النعل يا دنبك إي أهوادة إي حمانتة لفت هذا لنا لكن شخصي مسلم كان لمنع لمنع كهذا لفيه سوى الروح مسلم عاصب هذا سيداس درادت دنها الدنيا دقالك كساب سني ملك قين ماي حقابا إذن دحمري صح هذه الشحناقة أضوها يسؤيها الروحاني يعني فكر كوحن بارسني باوحو فكر خربا دين أهم بعدو هجرته وحوتي مبدي إيسا خلدا تاسوا مسألة كلام لكن واحد ضد قال سنت وضوح أنا سنت وضون نعبتها ودنيو كرسي بقى إذا دحمري حولاء إذا دحمري وحوجا بقى إذا دحمري تام يا شحنا جنوع سلمه أقوله ساسترادد سي أنشان إسكن وقف إذا سنا وهبين ندن نجوسه آدم ويبش الشعبان هنا النص نقطة وهبين ندن نجوسه آدم قلبي جا وقت جير الله وانت تكش قيسيسه ظاهري ونظيف إن شاء الله تعالى سي إلهي قلبي جا أطالع ذه كدي من اللي وجود مدافع بإذن الله تبارك وتعالى أضغم من نقطه ذات كلا سامح يهبينك بإذن الله صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.